صباحو، اهلا بكم في حلقه جديده من صباحو فيفا، السلسله اللي بنلعب فيها فيفا 19 التيمت تيم بمنتخب العرب بقياده عبد الرزاق حمد الله. اسف يا ساوي المطير، اسف يا بطميتو، بس عبد الرزاق بقى بيجيب جوال على طول ما بيرحمش. اخر حلقه عملناها كانت من اسبوعين، ودخلت الويكند ليج وعملت قدامكم كواليفيكيشن، وبعد كده سافرت وما لعبتش ولا ماتش في الويكند ليج. معناه ان انا محتاج اجيب 2000 بوينت الاسبوع ده لو عايز ادخل الويكند ليج بتاع الاسبوع الجاي. وبغض النظر اذا كنت هتدخله ولا مش هتدخله، فانا كده كده عايز العب شويه ماتشات وانزل حلقه على الاقل، لان بقى فيفا يعني مش منتظم. بس ده مش السبب الرئيسي بصراحة اللي انا مصور عشان الحلقة دي. السبب الرئيسي هو ان حكيم زياش نزل منه كارت تشامبيونز ليج 90. ايوه 90، وانا مستحيل افرط فيه بعد ما فرطت بالاس بي سي بتاعت فوزي غلام 87 باور، واللي معايا 84 ونان تريدبل ومش موجود في السوق ولا بيطلع في باكات. فمش هفرط في حكيم زياش بالذات، وان انا معايا فلوس ومعايا فيفا بوينتس وهنفتح باكات. اول حاجة، ايوة هي دي اول حاجة هتتعمل، باكس. اطلع من تشكيل منتخب العرب الخارقة، خش لي يا ابني كده على الستور ووريني الباكات الجديدة اللي لسه نازلة. طيب انا هفتح البرومو باكس، معايا 12000 بوينت. المساندة هتكون من سبايدر مان، كابتن ماجد، وعودة البات ملك الباكات. وانا احساسي بيقول لي ان البات هو اللي هيعملها النهارده. بس انا بقالنا كتير ما استخدمناش سبايدر، لان سبايدر كان ضايع اصلا، وبعد كده لقيته. ايه اللي حصل فيه ده يا سبايدر؟ اصابه صغيره، مش مشكله. بس بما ان سبايدر عاد، فانا بصراحه عايز ابدا بسبايدر مان. اعزل نفسك كده معانا كده، انت تخش لنا في قعده جنبه يا سبايدر. واحد اتنين سبايدر مان. لسه ديله يا سبايدي. يا عم سبايدر دي ما نورتش يا حاج، دي ما نورتش يا حاج سبايدر. ده كارفاخال ده ولا ايه؟ 85 ما نورتش. لا سبايدي حضرتك كده عيب. ماشي، فرصة تانية لسبايدي. ادينا. نورت يا سبايدي، نورت. لا مش أليسون، لا مش أليسون يعني. لا بصراحة انا مش كل ده عشان يطلع لي أليسون. طبعا كنت عايز اكتر من كده بكتير يعني. بكام يا عم أليسون؟ لا ده أليسون عادي، ده 87 انفورم هيو تشامبيونز ليج ب 30000 طبعا ولا حاجة. اي كلام. انا مش راضي يا مان، انا مش راضي يا سبايدي. معلش انا عارف انت عليت. بقول لكم ايه، اطلع مختار يعني انت في الترانسفير والباقي كله كويك سيل. نجيب البات ولا ندي الكابتن ماجد واحده؟ انا عارف ان هو عمره ما ماجد نصفنا. هل ممكن يا ماجد تنصفنا؟ ده مش عارف يدوس حتى المره دي. سلام يا ماجد. انا غلطان والله العظيم ان انا جبتك اصلا. ده منظر جامبو باك يطلع لي فيها زمر. جامبو بريميوم باك يطلع لي فيها زمر. عمره ما طلع حاجة نظيفة. ده معناه ان احنا محتاجين الوحش. هو مطرب بقاله كتير قاعد مستخبي. البات ملك الباكات. يلا يا باتمان طلع لنا حاجة يا بات. نورت. يلا بيت النظرة. ايه بوفون؟ هو ايه حكاية حراس المرمى معايا النهاردة؟ يا جماعة عايزين حاجات عدلة بقى. 40000 ولا حاجة برضو يعني، ولا حاجة. طيب اخر واحدة جنبه باتمان، هي دي. حكيم زياش 90 يا باتمان، او ميسي يعني. مش هتضايق لو قلتلي ميسي، بس انا عايز حكيم زياش 90. عايزه يطلع لي، انا عارف انا ممكن اشتريه، بس يعني لو جبت ميسي مش هزعل. لو جبت ايكون، الايكون الاولى في حياتنا. ايه اللي وقع ده؟ ده اتكسر ده ولا ايه؟ ديلك اتكسر يا بات وانت قاعد كده. معلش يا باتنا، انا كسرت ديلك وما كانش قصدي. البات ملك الباكات يعود اليكم من جديد، والنظرة الثاقبة. يلا يا بات نورت، طلع حاجة. لا دوغلاس كوستا، لا يا عم انزل تحت. يا عم انت عمال تطلع لي في وشي كده ليه؟ انزل تحت، انزل. 23000 من دوغلاس كوستا. والله العظيم ما الاقي حاجه ولا، والله العظيم عيب عليكم، انت ضيعت الكبار. هتطلع حاجه في الصغيرين يعني؟ والنظره ايه؟ لا بالنظره ولا من غير نظره. يا نهار ابيض، ده مفيش خالص.
ده ما فيش خالص، ما طلعليش بوردات اصلا. راح اجيب حد تاني ولا ايه؟ بيني وبينكم مش فارقة ولا ايه؟ ورينا سبايدر مان، ورينا سبايدي، انت كنت شغال حلو والله. يلا سبايدي نهوي على دي باكس. ايه يا جماعة ده ازاي بالوحشة دي؟ صدق. طيب الله يا ماجد، يعني جات عليك ما بايظة بايظة يا ماجد، بايظة بايظة يا كابتن ماجد والله. انا لو عليا يعني كنت استخدمتك اكتر من كده، بس انت يعني فقر يعني، دي على الاقل بيجيب بوردز. لا التانية انا فتحت منها اتنين ما جابتش بوردز اصلا يعني. اوف دي لسه نازلة دلوقت حالا، دي كانتش موجودة. دي رير ميجا باك بألف ومية. لا انا مش هشتري طبعا، انسوا، انا كان معايا كوينات وخلاص. فضل 700 يعني، يا اما نفتح 2350 يا اما نفتح 2300. بس على الاقل طلع فيهم كلهم بوردز، كلهم طبعا لعيبه فاشله. ايه ده؟ مين البيتا؟ مش فاهم انا ايه يا ابني الحاجات اللي بتطلع دي. اخر واحده دي انا عارف والله انكم عايزين افتح الغاليه، اديني فتحتها ولا حاجه. بسافيتش، هو سافيتش. طيب وريني بقى زياش كده اللي انا عايزه بكام. يا لهوي 115,000. يبقى انا عندي زياش 88 وعندي زياش 89 الاثنين رايت ميد، وعندي واحد كام 85 ممكن نخليه. ده هنحط له ستارتنج برايس 90,000 او 95,000، سيلينج برايس 100. يلا بينا بقى نلعب ماتش. اكيد مش هعمل لها دي كلها، ملعبش ماتش. ايوه انا فاكر صح، احنا اخر حاجه عملناها كنا بنلعب بمنتخب العرب بتاع تشكيلة الميكس، بس اغلبهم من الدوري السعودي لان هما كانوا متعلقين وبيكسبوا على طول. فانا هكمل بنفس السكواد ده، ويلا بينا. يلا بينا بقى والمباراة الاولى. يلا يا رجالة، والله وحشت منتخب العرب يا جماعة، والله وحشتني بقالكم كم يوم كده. كم يوم يعني احنا بنكتب الكلام. ايه ده؟ 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 ده بيلي بومانج سترايكر. ايه الفرقة دي وليه اصلا؟ يلا بينا ولا بيهمنا. طب انا كان عندي مين بره؟ انا منزل بالهند سي دي ام مكان الاحمدي، عندنا محرز وعندنا صلاح. لا لا عندنا فريق تقيل بقى، عندنا وحوش بره تنزل تاكل الزلط. يلا يا بابا ماجد سبايدي. يلا نبدا كده نشوف الجو على ايه والكلام على ايه. اضع نوع ضاغط. ايه ده 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 الله. طيب ده جاب جول بدري بقى وفاكر ان الموضوع هيخلص بايه، ان انا اعمل كويت وكده. يا جماعه نظام الشوارع المفتوحه دي. تعالى بلاي، تعالى. ايه ده فوت الكره ليه؟ ممكن افهم في الكره فوتت ليه؟ ولد يلا فضال يلا، ولا تخاف من الناس دي خالص يعني. ولد يلا عمور يلا. يلا مربط زياش هناك خالص. حلو يا مراد، معلش معلش معلش. يلا لا 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 الجول اللي اتخطف ده انسوه خالص، عايزكوا تنسوه ولا كأنه حصل. ياي هو ليه في مساحات كده؟ مين لمبومبي ده؟ كان حد يقول لي مين لمبومبي؟ مين لمبومبي ده؟ انا ناقص اختراعات. كل ما الواحد يسيب اللعبه يرجع يلاقي فيها اختراعات. عارف والله ان هو عايز يرجع تحت هنا، عارف. ايه ده عليا؟ عليا يا راجل، ده انا بعد ما هرشته. يا حمد الله ده، ايه يا حمد الله الوقفه دي وحشه قوي. برضه كل اللعبه بيلعبوا في مساحه كده هنا. يلا مربط يا سلام. ولد حكيم يا ولد حكيم. عموري عموري عموري. حلو 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 حلو. برضو برضو. ولد ولد يا بونو. يلا بقى يا سومة بقى. يلا يا سومة يا راجل. اوعى شوت. يلا بونو ده نام، ده خالص نام في الارض، ده نام في الارض خلاص عديناه يا راجل.
يا مرابط يا مرابط يا مرابط وحشة يا جماعة. مش ممكن اقطع منه كل مرة الكرة ترجع له تاني. هو ما بيلعبش الا الثرو العالي ده، هو ما عندوش غيره. بيقطع الكرة يروح يعمل الثرو العالي لجوه. بنالتي بنالتي بنالتي. هي زي ايش عمل فيك جلاشة عجين الفلاحة. يلا يا سوما. ايه ده؟ والله العظيم شط يمين. والله ما شط في النص. والله العظيم ما شط في النص. لا يلا يلا ارفع ده حلو بقى. اوه اه البنالتي اللي ضيعتها دي. خطفني هو، خطفني الجون الاول وفي مساحات كده فاضيه ورا. اللمسه بتاعتكم وحشه قوي يا جماعه، لمسه وحشه قوي قوي. برضو اتلعبت في النص. حلوه طبعا اللعبه حلوه. مش معقول البساطه الوحشه، مش معقول قوي يا عموري. انت يا ابني بتطلع الكور من رجلك زي الفل. ساتر يا رب. لا يا جماعة ده بيحط استروهات ازاي كده؟ ده بيحط ثروهات ازاي كده؟ يا ساتر. اوفسايد طبعا، انا عارف ان اوفسايد، انا عارف. سلام يا سوما، انزل لصلاح. سلام يا مرابط، انزل يا محرز. زياش روح مكانه. انا مش فاهم هو بيضيع وقت ولا ايه؟ ما تلعب يا عم. روح يا صلاح بقى. سلام. في كده بتزني يعني؟ في كده، في كده اسلوب؟ ما تلعب يا ابني. يا صلاح لجوه يا صلاح بقى انت كمان. شط كده صلاح، شط كده. كسب حقه بصراحه، حقه. هقول ايه؟ خسارة. احنا اخر مرة كنا عاملين يعني ستريك رائع من الانتصارات. 14 كواليفيكيشن بوينت. ده انا هقعد اجيب الالفين دول في 30 يوم. وبالذات بقى في الاشكال اللي كنت بلعب ضدها دي اللي بيقعد يضيع لي نص الوقت اصلا. ده لابس لاتسيو. لا يا. البس لاتسيو، البس لاتسيو. انت عايز انا البس روما وهو يلبس لاتسيو ونلعب كده ديربي؟ وريني يا ابني فرقتك. فرقة طبيعية وعادية اهي. يلا يا رجالة. كله بيعمل بوست في الاول عشان ينزل اللعيبه. احنا عندنا ثقه في لعيبتنا وعشان كده ما بنعملش بوز وعشان كده ما بنخشش في المنيو. النهارده عبد الرزاق حمد الله لعب اول مباراه ما سجلش، بقى عليه ضغط، اكيد عليه ضغط. الجمهور بقى بيتكلم في عبد الرزاق. الحلقه اللي فاتت كنت بتجيب اجوال يمين وشمال وانفجرت في وش كل الخصوم. ايه اللي حصل النهارده؟ هل هي مجرد كبوه مباراه واحده يعني كده وخلاص ولا ايه؟ احمدي بيلعب كرة يا ولد يا ابني. يلا يا مرابط بعمل عرضية الصح. هي يرد علينا عبد الرزاق حمد الله، بيرد علي على طول ويقول لي لا انا لسه هنا، انا لسه هنا. ولد يلا عبد الرزاق حمد الله قبل ما يعمل التبديل اصلا. يلا يا رجالة الهدف الاول بقى كده. الماتش اللي فات ده كان ناشف خالص. ولد يا ولد يا ولد يا زياش يا ولد. سوما 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 سوما. وب
شوت يا حكيم. ماشي ماشي ماشي، انا عارف ان الباص الاخير ده كان هيقطع، مش مشكله. ندي العموري بقى يعمل ترقيصه حلوه كده زي دي، ويدينا واحده بليسنج بقى، واحده تايم شوت بليسنج بقى. يلا بقى منتخب العرب بقى كده، صحصحوا صحصحوني وصحصحوا كل الناس اللي بتتفرج. يلا ان شاء الله اكزت. عندنا 2000 بوينت يا ابني، عايزين نجيبهم بسرعه. حلو يا غلام. يلا مرابط احمدي، في لعب جميل ومزيكا مزيكا. واب يا زياش عليك. يلا يا عمر يا عبد يا عموري عموري. يلا سوما 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 يا سوما ده. يلا مشيت يلا مشيت وراحت لعبد الرزاق. يلا يا عبد الرزاق ما يجيبش جوال يا جماعه، علشان احنا عايزين نبحث عن الاكزيت. 17 دقيقه 3-0، اعتقد ان احنا لو جبنا الرابع الراجل ده هيقفل. ايه فاول ازاي بس يا حكم؟ نجد جنبه بس كده، شكرا. كورنر برضو، ولد فضالية ولد يا فضال، لما بتطير كده على القريبة وتجيبها علني. يلا يلا كرهوا في اللعبة، كرهوا في اللعبة. يلا سمسم اوعى احطه في ظهرك ده يا ولد على التحجيز. ايوه كمل تحجيز كمل تحجيز كمل كمل كمل. ارمي الاوفر بوم. الحمد لله 4-0 في 24 دقيقة. هو ليه ما بيعملش اكزت؟ ليه لسه عنده بصيص من الامل؟ مش عارف جاي له منين. اكزت بقى كابتن بقى، اكزت بقى وادينا 200 نقطة كده في السريع. عموري لم هوب با 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 با، عايز يعدي بينهم كلهم. والله لا عموري جامد. لا لا منتخب العرب ايه يعني، بيقول كلمة كبيرة بعد المباراة اللي فاتت والأداء السيء الهزيل بصراحة. هدي 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 واكئبه خالص اكئبه خالص خالص. يلا يا سوما انت كمان افتتح بقى، انت ما افتتحتش اصلا. اكزت بقى اكزت بقى يا كابتن بقى اكزت خلاص، يعني احتفظ بما يتوقع من الوجه. حاول اكئبه والله، حاول اجيب اكبر عدد من الاهداف عشان الراجل يعمل اكزت ونخلص. اتمنى بقى ان هو ما يكملش الشوط التاني، يعني ده امنيتي. يلا عشان الراجل دوت شكله كده قاعد معانا النهارده، شكله مش رايح في حته، ناخد بقى عليه ثقه. يا الوازياش قوي يا ابني. طب جيب جون طبعا عشان يبقى عندك شويه بصيص من الامل. مفيش حتى جون. يا احمدي دي يا احمدي، انت بتهزر يا حكيمي. ده راجل ده فقر بصراحة، مش عارف حتى يجيب جول. يلا الحمد لله، صدق كنت ممكن ادخل شوية كمان. يلا الحمد لله. يلا يا ابني انا قلت لك اعمل اكزت من بدري، انت اللي مصمم تلعب عامل لك ايه طيب؟ يعني كان زمان اخدنا 200 كمان غير ال 200 بتاعتك. يا ساتر. يلا يا عم اخلص يا عم. اهو هودي له اهو، هسيبه هسيبه لك والله اهو اهو هودي له ادي له انا مشيت اهو. يا راجل يا راجل، طب جيب لك جول طيب يا راجل. عشر رجاله انتصار مدوي بكلين شيت وسداسيه، وحمد الله رجع يجيب جوال. كل حاجه كده في التمام. هو مش الفوز كان بيجيب 200 يا جماعه ولا على حسب الرانك؟ ممكن مش فاكر خالص. المباراه الثالثه، وريني فرقتك كده يا ابو الكباتن. سوين فيدال ميسي
ويليان فان دايك 91. الله الفرقة الجميلة اللي انا هلعب ضدها دي. عندي مشكلة ان انا ما بحبش العب الصبح، ما بحبش البس جوال في اول ثانية برضو يعني. ساتر يا رب ساتر يا رب. شكلنا كده هنتفرج على ماتش ممتع، بس مش هيبقى ممتع ليا. امسك يا بونو. حلوة 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 حلوة. لا يا زياش، دي مش توقيفة لعيب 89 دي خالص. يلا مرابط، يلا مرابط، يلا مرابط يا ولد يا لا 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 لا. طيب زي ما شفتوا كده الحادثه اللي حصلت يعني، وانا دوست على زرار الميوت اللي هو هنا ده، يعني رحت عامل ميوت للميكروفون، فبقيت الماتش كله اتصور من غير صوت. وبعد كده لعبت ماتشين كمان صوروا من غير صوت، بس اضطريت ان انا اشيلهم من المونتاج خالص وهقفل الحلقه دي كده. وبعدين بصور حلقه ثانيه العب فيها ماتشات مختلفه، احاول ان انا اجمع فيهم نقط علشان اوصل لل 2000 نقطه عشان ارجع تاني انسان يعني عندي برستيج كده ومكانتي في المجتمع وبلعب في الويكند ليج. ولكن حتى هذه اللحظه عايز اعرف رايكم انتم في منتخب العرب، لو في لعيبه ثانيه نزلت انفورم انا مش شايفها، لو في لعيبه عندها كيمستري عاليه، لو في اي حاجه محتاج اعملها يا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت. والفيديو دوت زي الفيديو اللي فات بالظبط من صباحو فيفا، المونتاج معمول بشراكه مع عرب هاردوير، هتلاقوا الرابط بتاع القناه بتاعتهم على يوتيوب تحت، وهم يعني عندهم يوتيوب شانل بيتكلموا في الجيمنج وفي التك وبيعملوا ريفيوز وحاجات صايعه كده. وفي النهايه كالعاده ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه في الدايره اللي هتظهر هنا، ولو عايز تتفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا، ما تنساش تعمل لايك على يوتيوب شانل، فيسبوك، تويتر، على تويتر. كان معاكم عمرو صبحي، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.